مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وجولة جديدة من جولات أخبار المحافظات نبدأها معكم من محافظة قنا. فهناك أعلن ما يقرب من 150 عضوا من حزب الوفد استقالتهم من الحزب بشكل جماعي، وذلك احتجاجا على موقف الحزب الرافض للاستفتاء على مشروع الدستور. هذا وقد سادت حالة من الهدوء أنحاء محافظة قنا في أعقاب مسيرة نظمها مؤيدو الاستفتاء الدستوري الليلة الماضية بميدان الساعة، وقد دعا المتظاهرون إلى التصويت لصالح إقرار مشروع الدستور، وأكدوا دعمهم لقرارات الرئيس الهادفة لما وصفوه بتطهير البلاد من الفساد. وينضم إلينا عبر الهاتف المهندس حمادة عبد السميع أمين عام حزب الوفد بمدينة دشن. أهلا بك معنا. ما الأسباب التي دعتكم لإعلان استقالتكم من حزب الوفد؟ الضمير يا سيدي، الضمير الوطني والحس الوطني. بمعنى؟ بمعنى انه ضرب ثوابت الامه. احنا عايزين نخلص دستورنا، دستور لو جالي في سعادتك بصفه حياديه هتحس ان الدستور راقي يعني. تمام؟ فكنا عايزين نبعد الحزبيه والتشرذم ويبحث الموضوع الانسان موضوعيا يعني. قيادات الحزب الاول ضمت فلول للحزب الوطني السابق اللي كنا بنتصارع معه وتتصارع معانا. دي عملت حاله احباط عندي في جميع الاعضاء على مستوى دشنا. واتنشرت في جريده الوفد قبل كده سعادتك المسيرات اللي طلعت في دشنا اللي هي عشان ضم الفلول. اخيرا عدم الثبوت على راي من الهيئه العليا او رئاسه الحزب في القاهره اصابتنا بحاله من الاحباط تاني، ان كان احنا بنضرب في ثوابت الامه اللي هي طول حياتها الدستور والحريه والعيش والكرامه. باشمهندس حماده، يعني تحديدا كم عضو من اعضاء حزب الوفد في دشنا اعلن استقالته؟ هو عمليه الاستقاله سعادتك في استقاله مباشره وفي استقاله ضمنيه. الاستقاله المباشره انه في ناس تقدمت بطلبات للاستقاله. الضمنيه انه الناس ما رضوش يجوا يسددوا حتى الاشتراك وما رضوش يحضروا مؤتمراتنا، عازفين على العمل السياسي من داخل ساحه الواء الحزب. والكلام ده انا بعت بيه فاكسات سعادتك لرئاسه الحزب في القاهره وبعت بيه مخصوص اكثر من مره. وكيف كان رد قياده الحزب عليكم في القاهره؟ ماذا ردت عليكم؟ لم يرد علينا باي اجراء، بل بعض الاخوه اعضاء اللجنه العامه في محافظه قنا اعلنوا في جريده محليه تم استبعادنا ومش عارف ايه وطعنوا فينا ماديا، في حين ان احنا عملنا تطوعي وفتحنا المقر في دشنا كمركز لجنه مركزيه على مسؤوليتنا الخاصه وساهمنا ماديا مش عايزين نقولها اكثر من الحزب واهالي دشن يعرفوا ذلك. شكرا يعني جزيلا. شكرا المهندس حماد عبد السميع امين عام حزب الوفد بمدينه دشن، كان يعلق على استقاله ما يقرب من 150 عضو من اعضاء حزب الوفد في دشن بسبب رفض الحزب لمشروع الدستور. وما زلنا في قنا مشاهدينا، حيث انتهى المكتب الفني للمحكمه الابتدائيه بقنا من كافه الاجراءات المتعلقه بعمليه الاستفتاء على الدستور. ومعنا عبر الهاتف سيادة المستشار محسن دردير رئيس المكتب الفني لوزارة العدل بالمحكمة الابتدائية بقنا. أهلا بك معنا سيادة المستشار. أهلا وسهلا بك سيادة المستشار. ما هي الإجراءات التي تم اتخاذها استعدادا للاستفتاء والذي سيبدأ السبت القادم؟ والله هو تم تجهيز اللجان الفرعية واللجان العامة وتم إرسال عدد 1150 اسم من المحكمة والنيابة والنيابة الإدارية وهيئة قضاء الدولة للإشراف كأمناء لجان في الاستفتاء. نعم. سيادة المستشار، هل لديكم ما يكفي من القضاة للإشراف على الاستفتاء في قنا؟ والله هو دي مهمة اللجنة العليا. هي بترسل الأسامي، أسامي كل جميع القضاة في كل لجنة. طيب يعني خلينا نفهم، عندكم كام لجنه فرعيه مثلا في قنا؟ 625. يعني انت حضرتك محتاج 625 قاضي. 625 و337 مقر. كويس، يعني على محتاج 625 قاضي، افهم كده، المفترض يكون عندك اسم 625 قاضي هيشرفوا على الاستفتاء في قنا، هل وصلتك الاسماء ولا لسه؟ لا لسه، احنا محكمه قنا مرحله ثانيه يوم 22. انتوا مش مرحله اولى، مرحله ثانيه، وبالتالي لسه الاسماء ما وصلتش، لكن تتوقع ان يكون في قضاه بشكل كافي يشرفوا على عمليه الاستفتاء؟ اعتقد، لانه تم ارسال فعلا الاسامي القضاه في المحاكم اللي تم
اللي عندها انتخابات 15/12 ما بتلك تم الإرسال بالفعل. لم تقابلكم أي مشاكل فيما يخص التجهيز لعملية الاستفتاء سيادة المستشار؟ لا لا لا, لا. نعم شكرا جزيلا سيادة المستشار محسن دردير رئيس المكتب الفني لوزارة العدل بالمحكمة الابتدائية بقنا. ونذهب إلى محافظة الفيوم حيث نظمت قوى سياسية معارضة لرئيس الجمهورية مظاهرات في شوارع وميادين مدينة الفيوم للمطالبة بوقف إجراءات الاستفتاء الدستوري والإعلان الدستوري الأخير. وقد شارك في هذه المظاهرات التيار الشعبي وحركة كفاية والاشتراكيين الثوريين وحركة شباب السادس من إبريل. في الفيوم أيضا عقدت نقابة المعلمين الفرعية مؤتمر حضره الدكتور أحمد الحلواني نقيب المعلمين وعضو الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور والذي قال وإن ما وصفه بالضبابية التي تحيط بالمشهد السياسي المصري حاليا سببها أن بعض الدول العالم وبعض الدول العربية لا ترضى في الأساس عن ثورة 25 من يناير ولا عن المشروع الإسلامي الجديد والذي وصل إلى سدة الحكم في مصر. في هذه الأثناء شهد مجمع المحاكم بالفيوم اشتباكات بين قوات الأمن وأهالي أحد المتهمين حاولوا إثارة الشغب لتمكينه من الهروب بعد صدور حكم ضده من محكمة جنايات الفيوم في قضية حيازة سلاح. ونذهب إلى المنيا مشاهدينا حيث تجمهر صباح اليوم عدد من أفراد وأمناء الشرطة أمام أبواب مديرية أمن احتجاجا على ما وصفوه بالتفرقة في المعاملة بينهم وبين الضباط. وقال المتظاهرون إن أحد زملائهم توفي متأثرا بإصابته في حادث انقلاب سيارة ترحيلات الأسبوع الماضي وكان برفقة ضابط شرطة. وقالوا إنه تم نقل ضابط الشرطة سريعا إلى القاهرة لتلقي العلاج بينما تم نقل فرد الأمن المصاب إلى المستشفى العسكري بأسيوط. وينضم إلينا عبر الهاتف طارق محمد موسى أحد أفراد الشرطة المحتجين. يعني سيد طارق هل لك أن تحكي لنا ما حدث بالضبط ولماذا لم يعامل فرد الشرطة الذي توفي المعاملة التي لقيها ضابط الشرطة؟ أستاذ طارق هل أنت معي؟ أستاذ طارق محمد موسى أحد أفراد الشرطة المحتجين هل أنت معي؟ نعم لكن انضم إلي سيادة اللواء أحمد سليمان مدير أمن أسيوط. أهلا بك معنا سيادة اللواء. أهلا بك يا فندم. نعم تعليقك سيادة اللواء على هذه الواقعة ولماذا لم يسمح لفرد الأمن بدخول المستشفى أو يعامل كما عومل ضابط الشرطة؟ لماذا هذه التفرقة سيادة اللواء؟ لا 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 ما فيش تفرقة ولا حاجة زي معلومة مغلوطة تماما يعني. تفضل صحح لنا. حادثة من حوالي 10 أيام وكان فيها ضابط وفيها أفراد وتم نقلهم لمستشفى الجامعة وكلهم بمشيئة الله أخذوا العناية الكاملة تماما في مستشفى الجامعة بالمنيا. وكان في أحد الأفراد أصلا أهله وأهليته ورأوا إن هم ينقلوا له مستشفى الشرطة في أسيوط فتم نقله لمستشفى الشرطة ونظرا إن في مستشفى الشرطة كان الإصابة بتاعته تخصصها مش متوفر في مستشفى الشرطة تم تحويله لمستشفى الجامعة في أسيوط اللي هي أكثر طبعا خبرة وأكثر دراية وأكثر عناية ولكن شاءت الأخبار أصلا إن هو توفى على أثر الإصابة ديت لكن اصلا ما فيش تفرقه بين ضابط ولا فرد طبعا. طب يعني اسمح لي سياده اللواء احنا يعني احنا حتى بنعرض دلوقتي على الشاشه جزء من احتجاجات بعض افراد وامناء الشرطه اذا لماذا يحتجون لو لم يكن هناك تفرقه كما ذكرت حضرتك الان؟ والله هو اصلا هي معلومه مغلوطه بالنسبه لهم ان هم كانوا معتقدين ان كان في تفرقه في التعامل بين الضابط، الضابط اولا اصيب ده اصلا لم يتم حجزه في المستشفى بالمره، هو كان كل اصابته عباره عن كدمات وتم علاجه في الحال في مستشفى الجامعه وتم خروجه ولو ما تمش تحويله لاي مستشفى اخرى يعني. طيب ما حاولتش سياده اللواء تتواصل مع افراد وامناء الشرطه الذين قاموا بعمليه الاحتجاج وتوضح لهم الصوره؟ لا تم التواصل وتم نقل الصوره تماما وهم كانوا ليهم بعض الطلبات يعني على اساس ان هم طبعا كزميل ليهم
فهم بيطالبوا على اساس انه يعامل معامله الشهداء طبعا. نعم. انه طبعا انت عارف الشرطه النهارده بتقدم شهداء كتير فعلا في معموريات وانه كانت معموريه رسميه وتم رفع الامر للسيد الوزير وان شاء الله يتم الكلام ده ويتم معامله الشهداء. شكرا. في اي معموريه من المعموريات يعني. شكرا جزيلا اللواء احمد سليمان مدير امن اسيوط كنت معنا عبر الهاتف. وفي محافظة أسيوط أيضا استمرت حتى فجر اليوم التظاهرات التي نظمتها القوى الإسلامية لدعم قرارات الرئيس محمد مرسي والاستفتاء على الدستور. وجابت التظاهرات شوارع مدينة أسيوط بينما قامت قوات الأمن والمرور بتجديد الإجراءات لمنع حدوث أي اشتباكات مع المارة. وقد ردد المتظاهرون هتافات تؤيد قرارات الرئيس محمد مرسي وتطالب بما وصفته بتطهير الإعلام. وننتقل إلى محافظة الغربية حيث شيع آلاف المواطنين بقرية منية البندرة مركز الصنطة جنازة المهندس خالد طه أبو زيد والذي توفي متأثرا بإصابته بطلق ناري بالرقبة أثناء مشاركته في أحداث الاتحادية الأخيرة. وقد أدى الآلاف صلاة الجنازة بمسجد رابعة العدوية بالقاهرة ثم نقل جثمانه إلى قريته. وفي سياق آخر شهدت مدينتها المحلة الكبرى وطنطا تظاهر مئات الأشخاص من المعارضين للإعلان الدستوري وإجراء الاستفتاء على الدستور وقاموا بإضرام النيران في إطارات السيارات وسط الشوارع. ومعنا عبر الهاتف الصحفي محمد عوف. يعني محمد بداية ضعنا في صورة الأجواء التي صاحبت تشيع جنازة المهندس خالد طه أبو زيد. نعم زميلي احمد، يعني في موقف جنازي مهيب شيع ليله امس الالاف من اهالي قريه منيه البندره التابعه لمركز الصنطه جنازه الشهيد خالد طه ابو زيد الذي لفظ انفاسه الاخيره والذي كان يعالج في مستشفى ادمرداش اثر اصابته بطلق ناري في الرقبه اثناء مشاركته في احداث الاتحاديه. وشاركت قيادات جماعه الاخوان المسلمين ونواب الشعب والشورى الغربية في تشييع جنازة، ومن أبرزهم الشيخ سيد عسكر رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشعب المحل والمهندس أحمد العزيزي أمين حزب الحرية والعدالة بالمحافظة، حيث تم مواراته الثرى بالمسوى الأخير بمقابر القرية وسط حالة من الحزن عمت أجزاء القرية وتحولت الجنازة إلى مظاهرة للتنديد بالطبق. الشاب المتوفي خالد أبو زيد كان يعمل خبير زراعي في مصلحة الخبراء، وهو الأستاذ الدكتور طه عبد المنعم أبو زيد أستاذ ورئيس قسم علم المحاصيل بمركز البحوث الزراعية. نعم. واحد قيادات جماعة الإخوان بالغربية. أصلا يعني دعني أنتقل إلى الخبر الآخر، خاصة فيما يتعلق بالمظاهرات. يعني كانت هناك مظاهرتين في مدينة المحلة الكبرى وطنطا، حيث تظاهر المئات من المنتمين المختلف القوى السياسية والأحزاب تهديدا بالإعلان الدستوري المعدل وبإجراء الاستفتاء على الدستور رغم عدم وجود توافق عليه. وقام المئات بمحاصرة مجلس المدينة في المحلة وأضربوا النيران في إطارات الكاوتشوك أمام مجلس المدينة ورددوا هتافات معادية للرئيس مرسي والإخوان، وتدخلت الأجهزة الأمنية لإقناعهم بالحفاظ على سلمية المظاهرة والابتعاد عن مجلس المدينة وأجواء محمد. يعني هل انفضت هذه التظاهرات أم لا؟ يعني هل انتهت مثل هذه التظاهرات ام باقيه حتى هذه يعني الان هناك وقفات يعني لاعداد بسيطه في مجال الشون، لكن ليست بمظاهرات كبيره مثلها بالامس. لكن يعني الملاحظ هو ان هناك ندوات يعني تقام من جانب الاحزاب الخاصه حزب النور. كانت منذ قليل كانت هناك ندوه في حزب النور. نعم. منذ قليل. شكرا جزيلا الصحفي محمد عوف كنت معنا من الغربية عبر الهاتف. وننتقل إلى الشرقية حيث أعلن المستشار حسن النجار محافظ الشرقية أعلن أنه تم الانتهاء من تجهيز مقار اللجان العامة والفرعية استعدادا لإجراء الاستفتاء على الدستور في موعده المحدد يوم السبت القادم. وينضم إلينا عبر الهاتف الصحفي طارق لبيب. طارق، كيف تبدو الاستعدادات بالشرقية لعملية الاستفتاء؟ نعم الزميل أحمد، أعلن المستشار حسن نجار محافظ الشرقية أنه تم الانتهاء من تجهيز مقر اللجان العامة والفرعية استعدادا لإجراء الاستفتاء على الدستور في موعده المحدد يوم 15 ديسمبر الجاري. كما أصدر المستشار
حسن النجار ومحافظ الشرقية تعليماته لرؤساء المراكز والمدن لمعاينة مقار اللجان العامة والفرعية وسرعة الانتهاء من تجهيزها بالتنسيق مع مأموري مراكز الشرطة ومديري الإدارات التعليمية بالمحافظة لإنهاء كافة الاستعدادات والتجهيزات من كهرباء ودورات مياه وغيرها لاستقبال المواطنين والسادة القضاة المشرفون على الاستفتاء بالشكل اللائق، حيث بلغ عدد اللجان العامة 23 لجنة ومقرها مراكز الشرطة والأقسام و971 لجنة فرعية منتشرة بقرى ومركز. طارق، ماذا عن القضاء؟ يعني هل هناك عدد من القضاء يسمح بأن تكون أن يكون هناك إشراف قضائي على كل العملية، عملية الاستفتاء يوم السبت القادم في الشرقية؟ أكد لي المستشار أحمد عبد العزيز رئيس المحكمة الابتدائية بأن القضاء سيشرفون على الانتخابات الإجراء الاستفتاء يوم الخامس عشر من هذا الشهر. نعم، شكرا جزيلا طارق لبيب، كنت معنا من الشرقية. وننتقل إلى البحيرة حيث نظم عدد من القوى السياسية مسيرة احتجاجية في الليلة الماضية لرفض الإعلان الدستوري الجديد والمطالبة بتأجيل الاستفتاء على الدستور. وقد طافت المسيرة شوارع مدينة دمنهور والميادين الرئيسية. ومعنا عبر الهاتف الصحفي محمد عيسوي. يعني اعرض لنا ما لديك من تفاصيل محمد عن تظاهرات القوى السياسية. نعم، هنا نظمت عدد من القوى السياسية والثورية بمحافظة البحيرة. ضمت هذه القوى أحزاب الوفد والتجمع والنصيري والجبهة الديمقراطية والعدل وتحالف الشعب والدستور والتيار الشعبي وحركات كفاية وشباب 6 إبريل ومصريات من أجل التغيير وعدد من النشطاء السياسيين والرموز الشعبية بالبحيرة. قاموا بعمل مسيرة احتجاجية حاشدة ضمت المئات من المتظاهرين لرفض الإعلان الدستوري وتأجيل الاستفتاء على الدستور المزمع إجراءه أيام 15 22 ديسمبر جاري. انطلقت المسيرة من ميدان الساعه بمدينة دمنهور وطافت العديد من الشوارع والميادين الرئيسية بالمدينة، وحمل المتظاهرين الأعلام المصرية واللافتات الرافضة للإعلان الدستوري وبنقض الدستور، وكذلك انضم إليها العشرات من أهالي المدينة. نعم، يعني أشكرك محمد لضيق الوقت، فقط أشكرك شكرا جزيلا محمد عيسوي على ما عرضت علينا من تفاصيل. ننتقل إلى الإسماعيلية مشاهدينا، حيث سادت حالة من الهدوء ميدان الشهداء صباح اليوم غدات مظاهرات ومسيرات نظمها المعارضون للرئيس محمد مرسي تحت شعار ضد الغلاء والاستفتاء، وذلك بدعوة من جبهة الإنقاذ الوطني. وقد طالب المتظاهرون بإرجاء موعد الاستفتاء على الدستور وسحب الإعلان الدستوري الجديد. من ناحية أخرى، واصلت المحافظة استعداداتها النهائية للاستفتاء على الدستور بجميع مراكز ومدن المحافظة، لا سيما التأكد من تأمين جميع اللجان والمقرات الانتخابية. وينضم إلينا عبر الهاتف الصحفي يسري محمد. يسري، أبدأ معك بالاستعدادات لإجراء للاستفتاء على الدستور، كيف تسير؟ نعم، بالفعل هذه الاستعدادات تجرى من جانب السلطات المحلية بمحافظة الإسماعيلية، حيث تم عقد اجتماعات موسعة حضرها عدد كبير جدا من المسؤولين عن معظم الإدارات الخدمية داخل المحافظة من أجل التأكد والتأكيد على ضرورة تجهيز اللجان، حيث يصل عدد اللجان الانتخابية بمحافظة الإسماعيلية على ما يزيد من 180 لجنة سيدلي فيها أكثر من 700 ألف ناخب. أسف يسري لك شديد الأسف، الوقت انتهى مشاهدينا. أشكركم شكرا جزيلا على طيب المتابعة لجولة المحافظات. دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.